عشان نتكلم عن هالموضوع بتفاصيل اكثر معي من الدمام الملحن ابراهيم مطلق. حياك الله اخوي ابراهيم. اهلا وسهلا. اذا تكلمنا عن الحسن نتكلم عن النخيل والفن. نعم. نتكلم على انه في عيسى الاحسائي ومنها طلع رابح صقر وعادل الخميس وناصر الصالح وعدد كبير جدا من الاسماء. صحيح. هذا صحيح يا استاذ الكريم. لا ننسى ان الاحساء ولاده بادبائها وفنانينها. صحيح. ونذكر منها والدي اللي هو الفنان مطلق دخيل. اول فرقه موسيقيه اسسها في عام 1960. فبعدها اللي هي 1971 تاسست اللي هي جمعيه الثقافه والفنون. طبعا الوالد مطلق دخيل اسس اول فرقه موسيقيه كانت في عام 1960، كان فرقه 10 اشخاص او 12 شخص. كانت بين تلفزيون الدمام وتلفزيون ارامكو. فكانت هذه انطلاقه بالنسبه للفن الاحسائي اللي انطلق فيها الوالد، وايضا اسس اول جمعية ثقافة وفنون كانت من اقتراح اللي هو الأستاذ عبد الرحمن الحمد. وكانت في عام تقريبا 1971. هذه الانطلاقة طبعا أتى منها كثير من الفنانين، منهم من توفاه الله ومنهم من موجود على الساحة الغنائية. فما كما ذكرت لك أنه الأحساء ولاده بفنانينها، فالأحساء فقط ينقصها الدعم الإعلامي والدعم المالي لجميع الفنانين والموهوبين الموجودين في محافظة الأحساء أو منطقة المنطقة الشرقية والمملكة. صحيح. طيب عشان هالكلام الجيد اللي يعني بصراحة يفتح النفس، أنا بيسمع شيء بعد حتى يفتح النفس. أنت جايب العود، نبي نسمع منك. حاضر. طبعا راح أسمعك لحن طرحناه في الساحة، غناه الفنان خالد عبد الرحمن. تفضل. وهي من كلمات سمو الأمير خالد بن سعود الكبير وأمسيه بالخير، وهو طبعا يشاهدنا الآن. هي بعنوان بعيني خرابة.
الله عليك، الله عليك أخوي إبراهيم. أخوي إبراهيم، أنت تتذكر الحفلات اللي بالزمانات في الأحساء؟ نعم صحيح. كيف كانت، كيف كان وضع الحفلات بالزمان في الأحساء؟ الحفلات يا أخي الفاضل من أجمل الحياة كنا يعني نقضيها، سواء في حفلات الزواجات أو في حفلات الرسمية في جمعية الثقافة والفنون. كان يحضرها كثير من الناس، كانوا يعني يتركون يعني بيوتهم لأجل ترفيه عن أنفسهم ويقضون وقت جميل. وهذا طبعا كما تعرف أخي الفاضل أنه الموسيقى هي جمال الروح، لما الإنسان يجي صحيح. بين فترة وأخرى من عناء العمل ومن عناء صحيح. البيوت، فيقضي وقت جميل في جمعية الثقافة والفنون. فهذه طبعا تعطيه جزء من الرفاهية وجزء من الراحة النفسية لكي يجدد الدم ويجدد الروح فيه. إن شاء الله أن الجمعية تعود زي ما كانت من أول، وحفلات الأحساء أيضا تعود زي ما كانت من أول، ويرجع هذا الفن عندكم بالأحساء. شاكر لكم. أبشرك هي رجعت وبقوة مع هيئة الترفيه. يلا هذا شيء جيد وبشارة خير لأهل الفن. نتطلع إلى 20-30 فيها طبعا الأشياء الكثيرة بإذن الله. شكرا جزيلا لك أخوي الملحن إبراهيم مطلق دخيل، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.